خلوا الارض تولع نار، خلوا الارض تولع نار، على الحواجز على الجدار، على الحواجز على الجدار. هذه الانظمه العميله الخائنه، وفي هذا اليوم الاسود، اسود على هذه الانظمه الخانعه الذليله، هذا اليوم الذي يشرف فيه الشعب الفلسطيني بابطاله العظماء باسراها الابطال، نحن لا نعول على هذه الانظمه الخانعه، نحن لا نعول على الذين رؤونا نذبح على مسمع ومرأى العالم وتركونا فريسه سهله لهؤلاء الذئاب، لهذا الكيان الغاصب، يتركون اسرانا فريسه لهذا الاحتلال، يتركون اسرانا فريسه لغير اسكرانا، ويطلقون سراح الجنائيين الاسرائيليين. ويا حكام البحرين، إن أصغر طفل فلسطيني وزهرة فلسطينية أشرف وأطهر من أطهركم. هذا التطبيع وهذا التوقيع بالتأكيد هو لا يعبر عن ضميري وعن آراء أبناء شعبنا العرب وأبناء هذه الدول، وإنما يعبر عن وجهة نظر هؤلاء الحكام الخانعين الذين ما زالوا يصرون على أن هذا الاحتلال وعلى أن هذا الأمريكان ممثلا بالإمبريالية الأمريكية الصهيونية هم أسيادهم وهم مرجعيتهم في هذا العالم. هذا التوقيع سيرسم طريقا جديدا لهؤلاء الدول، ويفتح طريقا واسعا أمام هذا الاحتلال بمزيد من التطبيع مع بعض الدول التي ما زالت مترددة أو تخاف من أبناء شعبها بإعلان عن التطبيع.